thank you هذا القانون الاساسي المتعلق بالعداله الانتقاليه لهيئه الحقيقه والكرامه النظر في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام وفي هذا المجال أودع لدى الهيئه 6365 شكايه تتعلق بالفساد المالي من بينها 685 ملف عن طريق المكلف العام بنزاعات الدوله وقامت الهيئه بعقد جلسات استماع سريه ل 2374 حاله من بينها 1632 طالبي تحكيم ومصالحه وتنقسم هذه الطلبات الى متضررين وشهود ومنسوب اليهم الانتهاك وتتمثل مهام هيئة الحقيقة والكرامة في هذا المجال أساساً في دراسة ملفات الفساد المالية الواردة عليها في مختلف مظاهرها تقييم التجاوزات والسعي إلى إرجاع الحقوق إلى أصحابها تفكيك منظومة الفساد تقديم المقترحات لأصلاح المؤسسات وغربلة الإدارة للفساد أوجه عدة ومجالات مختلفة لكنها تلتقي في نفس الأهداف ونفس الوسائل ولو اختلفت في الظاهر ولمقاومة هذه الظاهرة يجب إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة وتبسيط الإجراءات وأحداث منظومة رقابة ناجعة مثل الفساد أهم آفة تنخر الاقتصاد العالمي عموما خاصة مع تنامي العولمة حيث أن الفساد ليس ظاهرة محلية وإنما هي ظاهرة عابرة للأوطان وتمس كل المجتمعات والاقتصادات ويتسبب الفساد في خسارة تناهز الواحد بالمئة من النمو الاقتصادي العالمي ويؤثر حسب تقارير الأمم المتحدة على جاذبية اقتصادات الدول للاستثمار بنسبة 5%، وحسب دراسة قام بها صندوق النقد الدولي تبلغ تكلفة الفساد 2% من الثروة العالمية، وقدرت نفس الدراسة قيمة الرشاوي المدفوعة حول العالم بما يزيد عن 1500 مليار دولار لتقترب من الناتج المحلي الخام لدولة فرنسا على سبيل المثال، وعليه حاولت عديد المنظمات العالمية تقديم تعريف للفساد حيث تعرف منظمة الشفافية العالمية الفساد بالتعسف في استعمال السلطة المكلة لشخص لتحقيق مكاسب خاصة ويعرفه البنك العالمي باستخدام مسؤول عن وظيفة عمومية منصبه لمصلحته الخاصة أما في تونس فإن المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد عرفه على أنه سوء استخدام السلطة والنفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية، واعتبرت الأمم المتحدة الفساد جريمة تضعف المجتمع من خلال إعاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تحويل الاستثمارات الداخلية والخارجية من القطاعات ذات الأولوية، إضعاف النظام التعليمي والنظام الصحي وحرمان السكان من المقومات الأساسية لحياة كريمة، تقويض الديمقراطية وتشويه العملية الانتخابية وزعزعة المؤسسات العمومية مما يؤدي إلى مخاطر عدم الاستقرار السياسي تفاقم عدم المساواة والظلم وانتهاك سيادة القانون ومعاقبة ضحايا التجاوزات الذين يواجهون أحكاما جائرة وخاطئة وللفساد علاقة وطيدة بثقل التشريعات والبيروقراطية الزائدة التي تكبل حرية الأشخاص وهو ما يمثل مناخا ملائما لنمو كافة مظاهر التجاوز ويمكن تلخيص هذه العلاقة في من غير المعقول دفع رشوة لفتح باب مفتوح يكلف تشعب الإجراءات المؤسسة التونسية 13% من مداخلها حسب احصائيات البنك الدولي في تقرير صادر سنه 2014 اي ما قدره تقريبا 16 مليار دولار متجاوزا ميزانيه الدوله التونسيه، هذه التكلفه تخنق الاقتصاد الوطني وتصنع مناخا ملائما لنمو الفساد ودفع الرشاوي لتسريع الاجراءات حسب نفس التقرير. وحسب تقديرات منظمة النزاهة المالية العالمية Global Financial Integrity يكلف الفساد خسارة مباشرة ل 35 ألف موطن شغل وذلك بخسارة 2% من الناتج الداخلي الخام سنويا وتعتبر تونس من أكثر الدول المطالبة ببذل مجهود أكبر لمكافحة الفساد والتصدي له وإرساء منظومة الحوكمة الرشيدة ويمثل الفساد إضافة للبيروقراطية وضعف نجاعة الإدارة وعدم الاستقرار السياسي أهم عراقيل التنمية الاقتصادية وضعف جاذبية سوق الاستثمارات التونسية حيث تمثل هذه الأسباب نسبة 43.6% حسب تقديرات منتدى الاقتصاد العالمي من المشاكل المرصودة للنهوض بالاقتصاد الوطني. قامت منظمة الشفافية الدولية بوضع مؤشر للفساد تصنفت الدول على أساسه، فحصلت تونس على مجموع 41 نقطة من جملة 100 نقطة ممكنة، وكان ترتيبها 75 على مجموع الدول موضوع الدراسة. وفي نفس السياق حاولت منظمة النزاهة المالية العالمية دراسة أهم مظاهر الفساد. حيث قدّرت التدفقات المالية غير المشروعة في تونس بـ16,842 مليون دولار خلال السنوات من 2004 إلى 2013، متجاوزة بذلك قيمة ميزانية الدولة. ونظراً لتشعب منظومة الفساد وترابطها بشبكات داخلية وخارجية، وفي إطار سعيها لإنجاح مهامها، قامت الهيئة بتحديد أهم محاور التجاوزات والمجالات التي نخرها الفساد في تونس. الموارد المنجمية والطبيعية من بترول وفصفات وملح ورخام وجبس وغير ذلك الصفقات العمومية واللزمات العقارات وتغيير صبغة الأراضي وما يمثله من خطر على الاكتفاء الغذائي الحدود البرية والبحرية والجوية والموارد الديوانية والجبائية حيث قيم البنك الدولي الخسارة في المداخل الديوانية بمئة مليون دولار سنوياً التراخيص والحقوق الحصرية خوصصة المؤسسات العمومية والمنح والامتيازات الجبائية والتفويت في المؤسسات، إمكانية الحصول على القروض وشطبها وإعادة جدولتها وتصنيفها، حيث تجاوزت قيمة الديون البنكية المشكوك في استخلاصها 12 مليار دينار، أي أكثر من ثلث ميزانية الدولة في شهادة محافظ البنك المركزي، كما أفاد أنه كان لقطاع السياحة الحصة الرئيسية في هذه الديون، حيث بلغت 3.1 مليار دينار سنة 2012 هذه الوضعيات تكلف الدولة والمجموعة الوطنية خطر خسارة أصل الدين والفوائد بالنسبة للبنوك العمومية، وخسارة الضرائب الموظفة على أصل الدين وفوائده بالنسبة لباقي المصارف، أي نسبة 35% منها، وتجدر الإشارة أنه رغم الصعوبات التي يمر بها القطاع السياحي وعدم قدرة مؤسساته على استخلاص ديونها، إلا أن هذه الوضعية تعود أساسا لقدرة هذا القطاع على إحداث سوق موازية للعملة وتجاوز الترتيبات الموضوعه في مجال العملات الاجنبيه تعتبر الديوان إحدى بوابات الفساد في العديد من البلدان، وجاء في تقرير حول النفوذ السياسي والتهرب الضريبي أصدره البنك الدولي سنة 2015 أن الشركات التي كانت تتمتع بعلاقات مع نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، استطاعت التهرب من دفع رسوم جمركية بلغت 1.2 مليار دولار على الأقل في الفترة ما بين 2002 إلى 2009 بسبب التلاعب في بيانات أسعار الواردات، وإنه أتاح للشركات التي تتمتع بعلاقات سياسية التهرب من ضرائب بلغت 217 مليون دولار عام 2009 وحده، وجاء في نفس التقرير أن زهاء ثلث الشركات التي تمتلكها عائلة بن علي والتي يبلغ عددها 662 شركة تعمل في التصدير والاستيراد وبالإضافة إلى الخسائر التي تتكبدها المالية العمومية فإن التهرب من الرسوم الجمركية على الواردات أدى أيضا إلى تقويض المنافسة وإلى غياب تكافؤ الفرص وتشجيع الاقتصاد الموازي تعتمد الجمارك التونسية نظام المسالك الثلاثة الأخضر، الأصفر والأحمر يخول للمصرحين العبور في المسلك الأخضر دون أي رقابة وبالنسبة للمصرحين في المسلك الأصفر فإن الحمولة تخضع فقط إلى تدقيق في الوثائق والتصاريح الديوانية فيما تخضع الحمولة في المسلك الأحمر إلى تفتيش عيني معمق، وتمر الحاويات عبر الماسح الضوئي، إلا أنه لم يحدد صفة الشركات التي يتم توزيعها على هذه المسالك الثلاث ولا حول معايير توزيعها، وتبقى الرقابة خاضعة للسلطة التقديرية لأعوان الجمارك، في حين أن قانون الجمارك التونسية يتطابق مع أفضل القواعد التي حددتها المنظمة العالمية للجمارك، إلا أن تطبيقه يبقى ذو صبغة تقديرية خاضعة لتقييم بشري ويفتح هكذا الباب أمام التحيل فبالرغم من تعدد آليات الرقابة الجمركية يعتمد نظام التهريب على تزييف البيانات وطرق التهريب متعددة يمكن للحاوية كادرة أن تخرج من الميناء دون الخضوع إلى أي مسلك رقابي تام وهو ما يسمى بالتنطير وهي عملية مقصود بها خروج الحاوية خلسة ليلاً بعد دفع مبالغ رشوة تتراوح بين 50 ألف دينار و70 ألف دينار تتوزع على الفريق الذي أذن بالسرقة الطريقة الثانية تتمثل في خروج حاوية خاضعة للسلك الأحمر عبر المسلك الأخضر الذي تمر عن طريقه الشركات التي تتمتع بالإعفاء الجمركي على غير شركات قانون 72 والاكتفاء بمراقبة الوثائق شكلاً بعد استخلاص مبالغ رشوة تتراوح بين خمسة آلاف دينار وثلاثين ألف دينار حسب نوع السلع وإن كانت مرخص بها أم ممنوعة مثل المعسل والسجائر وفي حالة توريد سلع ممنوعة تستبدل الصورة الحقيقية للحاوية بآلة سكانر بصورة قديمة تنقل من ملف آخر مستوفي شروط الرقابة ويصرح عن حاوية معسل بأنها حاوية أقمشة مثلاً كما يمكن أيضاً استبدال اللوحات المنجمية من شاحنة استكملت اجراءات المراقبة الى شاحنة تحتوي على سلع غير مراقبة، وقد عاينت كل من ادارة الديوان والتقارير الرقابية الصادرة عن مختلف الهيئات الرقابية ادارية كانت او قضائية كل هذه الاخلالات، واقترحت جملة من الحلول والتوصيات الوقائية والعلاجية، ولكن تعاقبت الحكومات بعد الثورة دون اتخاذ اجراءات فعاله للقضاء على افه الفساد التي تعيق نمو البلاد، وقد حان الوقت لتجاوز شعارات مقاومه الفساد لنذهب الى التصدي الفعلي لهذه الافه، ان مسؤوليه مقاومه الفساد ليست مهمه السلطه التشريعيه او التنفيذيه او القضائيه فقط، هي بالاساس مسؤوليه الشعب المتضرر الاول والاخير من هذه الافه. هيئه الحقيقه والكرامه لينا لاولادنا ули бледна